المنتخب الهولندي سيليسن حارس المرمى، هاي تبور على اليمين رقم 2 وعلى اليسار فينالدوم لاعب النجم صار 7 وعلى اليمين لاعب رقم 8 ويبقى اللاعب بابل المهاجمين مع الهولندية. هذا النجم الكبير جدا رام بابل اللي يبدا النهارده المباراه. المنتخب الهولندي الكبير 30 سنه لاعب نادي بشكتاش الحالي بالعين الاماراتي ومع ديبورتيفو لا كورونيا ومع عزيمه مع نادي ليفربول، بدايته كانت عام 2005 مع الاكس امستردام لصالح المنتخب الايطالي. كره اماميه خطيره من اوف سايد ممتازه الهدف الاول الايطالي جول طول اللمسه وبيلوتي اوف سايد الاهداف بيلوتي السكن باص على طول بيلوتي اوف سايد. هنشوف الكره تحول هجومي الان بالنسبه لصالح بونا من تورا ينطلق على طول تاني لكحد مع اغلى لاعيبه المدافعين فاديك يحاول بيلوتي والخطا لصالح المنتخب الايطالي خطيره لكن في التحرك الممتاز الهولندي يمشي على طول الكره عرضيه ممتازه لكن يطلع المنتخب الايطالي اماميه تاني. انسيني يا ولد غريبه اتفرج على الطليان وجاب الاسره تاني كريشيتو المدافع الايسر عرضيه اي كلام عرضيه على طول للطليان خطيره يطلع دفاع المنتخب بقيمه هولندا بدون اوف سايد لعبه بدون اوف سايد عرضيه انسينيا خطيره اوبا لكن لصالح المنتخب الهولندي جميله عرضيه خطيره لكن طلع الطليان بوم الله 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 على الطليان الطليان يدي درس بالنسبه للنجم الكبير جدا انسينيا يمشي على طول الكره الثانيه محاوله تصويب لكن الكره بعيده يعني ايه اللي فات مات ولا ايه اللي فات مات ولا ايه يا هولندا من ايطاليا افضل كره على طول ثانيه عرضيه خطيره هوبا بيلوتي طلع الدفاع انسينيا تسلل انسينيا متسلل للاعب انسينيا كريشيتو انسينيا يلعب الكرة على طول في الجانب الايسر محاولة قيمة كبيرة جدا هولندية في الجبل اليمنى الأمامية التحضير كرة ثانية على طول عرضية خطيرة جدا الحارس لكن بير الجانب الأيمن على طول ثاني محاولة تحرك جميل انما هولندا الاوف تايم الثاني ممتاز خطيرة جدا المنتخب الهولندي أفضلية ممتازة هوبا فيرست تايم يا ولد حلوة جميلة لمسة جميلة من فيردي انسينيا التصوير يان مات يلعب العرضيه خطيره ممتازه ممكن عرضيه زازا قطع زازا لعيب عالمي شوف القطع قبل المدافع شوف القطع كيزا هداف كيزا يلعب العرضيه الجميله لزازا جول الهداف بابل وزنه زايد شويه بابل عرضيه ثانيه يوبا جميله في التيك اوف وانتصار الكروس باس والعرضيه والتعادل هنا البدلاء يسجلون الان اكي التعادل هدف جميل هدف التعادل في اخر ثلاث دقائق تعادل يا ولد البدلاء يا محمد